مساء الخير عليكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج كوره او احلام. حلقتنا النهارده حلقه موضوعها مختلف وجديد. ناس كتير بتسال عليه، هو تفسير رؤيه النجوم والكواكب في الاحلام تفسيره ايه؟ طبعا اللي هترد علينا في كل التفسيرات دي دكتور مليك. دكتور مليك منورانا. ميرسي لك يا دينا واهلا بكم جميعا، ويا رب نبشركم دايما بالخير يا رب. النهارده حلقتنا لذيذه قوي، كواكب ونجوم شمس وقمر. بس قبل بقى ما نخش في كواكب بالتفصيل، اول سؤال هسال حضرتك فيه كواكب بشكل عام ورؤيه النجوم بتكون خير ولا شر؟ بس يا دينا على حسب كل حاجه، وقلنا يا جماعه كتير جدا جدا جدا، دايما اشير دايما في كل مره نقول فيها رموز ما حدش ياخدها على نفسه، لانها بتكون يعني ممكن تنطبق عليك تنطبق على غيرك على حسب سياق الرؤيه. نبي الله يوسف كان يعني حلم اول حاجه برؤيه الكواكب. طبعا احنا كلنا عارفين الرؤيه، يا ابتي ان رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، فقد عبرت هنا بالاخوات. طيب هل يا ترى هتبقى كلها اخوات في معظم الرؤى؟ لا، اوقات بتكون علو شان، اوقات بتكون ضرر، اوقات بتكون انتقال من مكان لمكان، اوقات بتكون ذريه. فكل واحد على حسب حاله بتنطبق عليه سياق الرؤيه. طيب تحبي نخش على طول كده في الشمس والقمر، ولا نخش في الانوار والاضاءه والله يدينا الرموز دي كلها ناس طالباها، يعني الناس كلها بتحلم بالحاجات دي. يعني طيب، بالظواهر الطبيعيه كلها. هسال حضرتك سؤال مختلف شويه. الشمس والقمر دايما القمر بيجي بالليل والشمس بتكون بالنهار. لو جه دكتور في المنام العكس، يعني الشمس جت بالليل والقمر جه الصبح، هنا التفسير بيكون بصي، اولا القمر ده نجم معتم، فده اللي هو العلمي. طيب احنا لما يجي عندنا ظهر بالنهار يبقى انكشاف امر غير متوقع. طبعا الانسان ياخد حذره لانه الموضوع ما بيبقاش سهل، انكشاف داخل فيها ممكن يعني حوارات كده غير مستحبة أبدا أبدا أبدا، فبتبقى منكشفة للرأي، وبعدين تبقى في وقت هو نفسه هيتفاجئ بيها، فبتبقى من الرؤى الغير مستحبة. أما بقى الشمس لما تيجي بالليل طبعا دي بتكون برضو رموزها مش حلوة، أحسن حاجة أما تكون حاجة بطبيعتها. أمل؟ أي أمل، اتفضلي أنت معانا على الهوا. ازيك يا دكتورة مليكة؟ ازيك؟ دكتور مليكة معاك. الله يسلم عمرك يا أمل، أهلا بيك. أهلا وسهلا. لو سمحتي أنا عندي حلم، أخويا عنده 18 سنة عمل حادثة من 5 شهور وتوفى. بنت أختي حلمت، هي عندها 9 سنين. حلمت بيه إن قعد في الأوضة بتاعته اللي كان بينام فيها، وقعد على حرف السرير كده، على طرف السرير، وقعد مدلدل رجليه، وقعد جنبه 2 صحابه لابسين نفس اللبس، يعني بتاعه لابسين سويتر، لا لابسين سويترات سودة وبنطلون اسود، هما الاثنين صحابه الاثنين، واحمد اخويا اللي قاعد في النص ولابس تيشيرت اخضر في اسود وبنطلون اسود، هو ده اصلا اللبس اللي عمل حد بيه وتوفى بيه. وبعدين كان جنبه كومودينو جنب السرير، كومودينو كان عليه 5 كوبايات زبادي، بس ما كانش فيهم زبادي، هم 5 علب كبيرة فيهم شوكولاتة.
تمام. فبعدين جنى عطت، جنى اللي هي بنت اختي، عطت لكل واحد فيهم، عطت لصاحبه الاولاني عطت له كوبايه ملانه كامله، وصاحبه الثاني كوبايه كامله. تمام. فحد نادى عليها فبتبص وراها، وجت تبص لخالها تاني، خالها احمد، لقت هو في ايده كوبايه بس نصها بس. والكوبايه نصها دي اصلا بتاعت جنى، المفروض دي بتاعت جنى، وبيبص على الكوبايه وزعلان وعايز كوبايه كامله. فبعدين قامت جنى بتقول له خلاص يا خالو احمد اشرب انت النص كوبايه وانا هجيب لك كمان واحده كامله. فشرب الثاني. هي جنى عندها كام سنه؟ 9 سنين. طب استعوذي من الرؤيه دي. انت قايله ان هو ميت عنده 18 سنه. ونص كوبايه. ايه انا مش بفسر، بس يعني ايه الرموز كده ظهرت لي حاجه معينه. فطبعا هي طفله، واجب على مامتها بقى انها تخرج صدقه، وان شاء الله ربنا يكفيكوا شر ما فيها. طيب بصي، هي وضحت لي الرؤيه قوي من انا، انت لسه ما كملتيش وعايزه تكملي، كملي. بس هو في الاخر قال لها شرب الكوبايه ونص وبقى مبسوط، وقال لها يا جنى قولي لامي واخواتي ان انا في الجنه ما يزعلوش. تمام. هو طبيعي هو في مكانه كويسه الحمد لله، علشان حتى هو لابس لون اخضر فهو مكانته كويسه. لكن انا ما حبيتش، بصي نص الكوبايه. هو عمره 18. نص عمره قد ايه؟ 9. ايوه خلاص. تمام. مامتها تخرج صدقة إن شاء الله. ماشي. وتاخد بالها من البنت قوي، تاخد بالها من بنتها قوي. ماشي. تمام. ما تأمنش ليها مع حد خلاص، حتى لو أصحابها اللي هم الصغيرين. ماشي حبيبتي. خلاص ماشي. ربنا يحميها. حاجة تانية يا أمل؟ حلم تاني بس معلش. طيب بسرعة اتفضلي. بابا بقى حلم امبارح، حلم ان احمد اخويا جاي وفي ايديه ثلاث اكياس فيهم صابون اللي هو بتاع غسيل المواعين بس الثاني كويس. ثلاث اكياس 3 كيلو. فبعدين بابا بيديله فلوس على حق اللي هو الصابون ده، اداله 3 خمسات. فبعدين احمد قال انا هروح ارجع الصابون. اجى يبص في الكيس لقى ان الصابون اتحول لكيسين لبن، بقوا 2 كيلو لبن. فأحمد كان رايح ان هو يرجعهم، بس رجع تاني. يعني كان ناوي ان هو يرجعهم، بس بابا بيقول ما رجعهمش في الحلم. تمام. فالمهم قال لبابا يا بابا انا رجلي بتوجعني. قال له طب تعالى يا احمد عشان اكشف عند الدكتور، يعني نكشف عشان رجلك. فراح يكشف عند الدكتور، لقى الدكتور هو اصلا الراجل اللي عمل فيه الحادثه اللي دخل فيه. فبعدين قال له اكشف على احمد، اكشف على ابني. قال له لا مش هكشف لحد ما تتنازل انت على القضيه. قال له لا انت هتكشف غصب عنك ومش هتنازل. كشف على احمد اخويا. انا لسه كنت هسالك على الحادثه حصلت ازاي. كملي. كشف على احمد اخويا. تمام. وبعدين بابا بيبص للراجل ده اللي هو الدكتور ده اللي هو عمل فيه الحادثه، لقاه في ايده الجزمه بتاعت احمد اخويا، ان هو قاطع الوش بتاعها والنعل بس اللي موجود. تمام. قاطع الوش بتاعها. تمام. فبعدين خرج بقى من عنده الدكتور، فقام بابا بيقول لاحمد ايه يا احمد اخبار رجلك؟ قال له يا بابا خلاص راقت. تمام. قام بابا بيقول له لا ده في حته مسلوخه هي لسه بتوجعك. قال له لا، قعد احمد اخويا قعد يضغط عليها ويقول له لا يا بابا خلاص هي بتوجعني، هي ما قعدتش بتوجعني خلاص راقت. تمام. فقال له يا بابا انا نفسي في حاجه ساقعه، اشرب حاجه ساقعه كاكولا او حاجه. فقال له خلاص يا احمد هجيب لك فلوس، بس تشرب الصفرة او السودا، ما تشربش البيضه. كان هيدي له فلوس بقى بس صحة على كده. طب قولي لي اخوكي الحادث حصل ازاي، لان انا شايفه ان الدكتور اتظلم في الموضوع برضو. هو كان جاي على في طريقه عادي، ماشي في طريقه عادي. ده كان جاي في المخالف. مين؟ اللي هو عمل الشخص اللي عمل فيه الحادثه. دخل في المخالف وما انتظرش اخويا يعدي. كان اخويا ماشي اصلا في الطريق الطبيعي، بس التاني اللي جاي في المخالف. فاخويا دخل، هو كان تروسيكل، اما اخويا دخل في عجله التروسيكل عشان التاني هو اللي جاي، يعني جاي قدامه. هو اخويا ما عرفش يتحكم في نفسه عشان هو جاي على طريقه. اخوكي كان معاه مين؟ كان واحد صاحبه وراه. صاحبه ده حالته ايه دلوقتي، كويس؟ لا كانت تقريبا حاجه
حاجه في رجله يعني، بس هو دلوقتي حلو يعني الحمد لله. تمام. بس بصي هقول لك على حاجه، اخوكي برضو رحمه الله عليه هو اخطا هو كمان. اولا لما يكون النعل موجود الوش هو اللي اتشال، احنا يعني في الطبيعي مين اللي بيبوظ الشوز من الوش كده؟ اخطانا احنا. تمام، اخطانا احنا يعني انا ممكن امشي اعمل حركه الوي رجلي الوش ده ينقطع، فكانت في خطا من اخوكي. ماشي التاني مشي مخالف وكل حاجه، بس الخطا كان جاي من اخوكي. ولو رجعتي لصاحبه وقلت له دي امانه وقول الوضع كان جاي عامل ازاي، انا متاكده ان هيقول لك ان الغلط كان من عندهم. فيا ريت بقى يعني هي الرؤيه دي جايه عشان نعفو عنه اخوكي بيبرقه. يعني بصي انا تغاضيت عن الكلمه اللي هو قالها في المنام، لكن انا شفت برضو الجزء بتاع النعل والوش، لا يبقى هو كده الخطا كان من ناحيه اخوكي. والتاني ماشي التاني كان فيه سبب، بس اخوكي الغلط في السبب. مش عارفه انا لسه شايفه حادثه كده، اتنين ماشيين بعجله وواحده ست واقفه وجرار، يا دوبك الست جت كده الولد اتنطر تحت الجرار، السواق هو اللي اتحكم فيها. فدي طبعا كانت خطا، هنقول خطا من مين، من الست ولا من الولد؟ في حاجه كانت جايه قدريه. فانا شايفه ان الرؤيه بتاعته هو الشخص ماشي اوكي، هو مشي مخالف. اخوكي ممكن يكون مثلا ما اخدش باله في التوقيت دوت، لان احنا دلوقتي اصلا موضوع المخالفات بقت بزياده جدا، فهو ياخد باله. صاحبه هو اللي في ايده المفتاح بتاع السر بتاع الجزئيه دي، يقول له يعني الرؤيه جاي لنا كذا كذا كذا، وشوفوا الدنيا شكلها ايه. وانا متاكده ان هيطلع في الوقت ده ان اخوكي هو اللي جه اخطا فيها، رحمه الله عليه، ربنا يا رب يرحمه ويتولاه برحمته. موضوع الصابون وان هو ياخد فلوس، طبعا الحاجات دي كلها انا ما بحبش ان الميت ياخد حاجه. هو كان داخل بصابون، فمعنى كده ان كانت في امور هتتيسر ليكم، بس لا قدر الله ممكن تتعثر قوي لو الموضوع اللي انتم ماشيين فيه تمديتوا فيه اكتر. فيا رب يتولاه برحمته، يا ريت بس ترجعوا كده لصاحبه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان انا شايفه لو مشيتوا في الموضوع ده الدنيا يعني مش هتظبط معاكم بعد كده لا قدر الله. طيب والله اعلى واعلم. والله اعلم. وطبعا القانون ليه كلمته في الاخر. طبعا. معايا ماجده. ماجده الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا ماجده. انا ماجده بتاعت الحلم بتاع الشيخ الشعراوي. بتاعت الاسبوع اللي فات. اتفضلي. عمري بنتي في واحد الجاي ان شاء الله هيتم 26 سنه. ما شاء الله. تمام. حضرتك بقى انا قلت لك الرقم بتاع الشيخ الشعراوي. استني انت اللي قلتي لي الشيخ الشعراوي اداكي رقم؟ وانا حسبته لك كام؟ لا حضرتك انا قلت لك الرقم 126 20 16. تمام. وانا قلت لك ايه؟ 16. انا قلت لك ايه؟ سمعتي التفسير؟ انا سمعت بس الرقم الاخير انت قلتي 116، لكن هو 16. لا انا فسرت لك الرؤيه ان بنتك عند اتمام ال 29 سنه هيحصل لها ارتباط، انا فاكره الرؤيه دي كويس عشان الناس سالوني حسبتي الارقام ازاي. وهي دلوقتي بتقول بنتها في تاريخ كام؟ بتقولي بنتك هتتم ايه؟ في شهر واحد جاي هتم 26 سنه. طب خلاص ابشري بقى، ومستنيه منك مكالمه تبشرينا ان شاء الله. يعني فعلا الرقم يعني سبحان الله، ان اصبت فمن الله، ان اصبت فمن الله. مبروك بقى، نبارك لها مقدما. نبارك لك مقدما. قريب يعني ان شاء الله. الرؤيه انا حسبتها لك، الارقام انا حسبتها لك وانا قاعده، ان هي اتمام ارتباطها بامر الله تعالى عند اتمام ال 29 عام. انا كنت خايفه بصراحه، احسن تكون لسه اصغر من كده، قلت هتستنى. انا بقيت زعلانه وانا عايزه اقول الرمز بس قلته، والحمد لله انها خلاص قدامها شهور وتتم ال 29، وان شاء الله ربنا يفرحك بيها. لا يا دكتور 26 سنه. ايه؟ 26 سنه. 6؟ طيب يعني قدامك 3 سنين مش كتير. طيب اتفضلي ماجده. خلينا في ال 29 يا ماجده. طيب رقم تاني. ايه؟ اقول لك الرقم. قولي الرقم تاني. قوليه. 126 20 16. طيب تمام. طيب 126 20 16. 126 20 16. ايوه الرقم كده. تمام. ممكن عندي رؤيه كمان اقولها لحضرتك بقى. طيب اتفضلي يا مدام ماجده، قولي الرؤيه بتاعتك. ماشي. زوجي من يومين كده شاف حد بيخنق فيه وعمال يقول له انا عايز اخد البنت دي، عايز هاخدها منك غصب عنك. طب قولي من كتر الخنقه قمت مبزوع. قولي كده تاني، معلش ما ركزتش معاكي، قولي تاني.
كان نايم، كان نايم بالليل يعني. طب لقى حد بيخنق فيه وبقول له انا عايز اخد البنت دي منك، على بنته يعني، على منى دي. مين ده اللي كان نايم؟ باباها؟ باباها. حلو. باباها وقال له عايز اخدها منك؟ بيخنق فيه وبقول له عايز اخدها منك. تمام. بس كده راح بقول لك انت مفجوع من النوم. بقول لك ايه بقى؟ انا كده بصي اعملي بنتك رقيه شرعيه. انا شايفها برضو زي ما قلت لك التفسير بصراحه ما اتغيرش، وواضحه اهوت يعني ما فيش حتى لسه حاجه جديده هتحصل، يعني حد عايز ياخدها منه وبيخنقه. هو دوت ممكن يكون فيه تلاعب شويه من الشيطان، بس هي محتاجه رقيه شرعيه. اما نلاقي منام فيه تلاعب بينا من الشيطان يا جماعه، ما نقولش لا خلاص نرمي ورا ظهرنا، لا نحصن نفسنا. فبنتك محتاجه ده. معلش الموضوع ممكن يطول شوية، بس إن شاء الله بإذن الله ليها برضو خبر كويس إن شاء الله زي ما قلت لك. وأنا شايفة التوقيت اللي أنا قلت لك عليه. قولي لي شيخ الشعراوي قالها لك إزاي؟ قال لي من الشمال كده 126. لا قال لك إيه على الرقم؟ قال لك اتصلي بيا ولا قال لك إيه؟ فكريني بالجزء ده. قال لي اتصلي بيا، قال لي اتصلي بيا. قلت له حضرتك أنا مش عارفة رقم حضرتك. قال لي أنت عارفاه. قلت له والله ما عارفة. أنت عارفاه تمام. قلت له طب قول له، قلت له يا شيخ محمد طب قول لي رقمك. قال لي 126 20 في النص 16 في الاخر. واضحه زي ما قلت لك ما اتغيرتش. زي ما قلت لك ان شاء الله ربنا يعجل لها على خير. ايه؟ يلا يا شيخ فرحتي ان انت قلتي 29. ايه؟ لا انا سمعتها من حضرتك لما قلتي 116. انا قلت 116؟ سمعتها منك على التلفزيون 116. ما هي 26 20 16. بقولك انا الحلقه اللي فاتت كنت مش عايزه اقول الرقم لان انا كنت شايفه ان هي لسه شويه، فعشان كده كنت زعلانه ان انا بقول، بس قلت لا هفسرها لانها خلاص ثابته على كده وواضحه قدامي. فانت برضو بتاكدي هو الرقم تاني؟ لا انا مش شايفه غير ده، وان شاء الله ربنا ييسر لها قريب بامر الله عليكي بالصدقات. الصدقات بتيسر كل حاجه، كل حاجه عليكي بيها باذن الرحمن. ان شاء الله ربنا يفرحك بيها حبيبتي. من شكرا يا مدام ماجدة. معايا ناديه. ناديه الو الو ناديه الو. طب حاولي تكلمينا مره تانية يا ناديه. معايا هاله. هاله الو الو اتفضلي. الو الو ايوه اي هاله اتفضلي، انت معانا على الهوا. ألو ممكن أكلم الدكتورة؟ دكتور مليكة معاكي. يا حضرتك يا دكتور. أهلا يا هالة، الله يسلم عمرك. أنا كلمت حضرتك قبل رمضان على فكرة، وحضرتك فسرت لي رؤى اتحقق نصها ونصها التاني لأ. أيوة النبي فرحوني بالله عليكم. كانت الرؤية إيه؟ اللي كان فيها كرسي خشب تحت دماغه وكرسي خشب تحت رجليه. تحت دماغ مين؟ سمك. جوزي. جوزك ها وبعدين؟ كان فيها حضرتك قلت لي فيها انفصال وكده، وفعلا حصل انفصال. انفصال بينك وبينه؟ مع جوزي كان في كرسي خشب تحت دماغه، ولما قلت لي مسنود على ناس منافقه. تمام. ايوه. الانفصال حصل امتى؟ يوم الوقفه. يوم الوقفه. الوقفه عيد الكبير ولا صغير؟ الكبير. الكبير. تمام. أيوة. عندي كام رقم كده حضرتك. ربنا يعوضك خير، اتفضلي حبيبتي. بقول لحضرتك انا حلمت الرؤى اللي هقولها لحضرتك دي كانت قبل الانفصال. حلمت ان انا كنت قاعده انا وهو على السرير في الاوضه بتاعتنا. وبعد كده قعدت اتناقش انا وهو وشدنا مع بعض يعني بالكلام كده، وطلعت من الاوضه لقيت صاحبه واقف عندنا في الصاله. فانا طبعا صاحبه ده انا ما ببانش عليه غير في النقاب. وانا كنت المره دي من غير النقاب. كنت طالعه له من غير النقاب؟ هي منقبه طلعت له من غير النقاب. تمام كملي وبعدين. أيوة. يا هاله ايه؟ كملي وبعدين احنا معاكي. وبعدين وقفت معاه في الشباك وقعدت اشاور له على حاجات تحت كده في الشارع، بس الشباك هو في الدور ال 13 بس حاسه ان هو قريب من الشارع مش بعيد. وصاحبه ده علاقتكم ايه معاه؟ علاقتك انت معاه ايه؟ لا ما لما بيجي عندنا عادي، انا لما بطلع اشطر من حاجه وانا منقبه ما بيشوفنيش ولا اي حاجه وخلاص على كده يعني علاقتي بيه. بعد الانفصال ما فيش اي كلام؟ لا لا ده لسه الانفصال كان يوم الوقفه. ايه؟ ايوه يوم الوقفه الانفصال. بعد الانفصال صاحبه ده ما تدخلش في حاجه طيب؟ لا لا. اسمه ايه؟ اسمه محمد. محمد بس كده؟
لا هو طلع بقى من الاوضه لاني واقفه انا وصاحبه في الشباك، بقى واقف ومخنوق كده ومتضايق. تمام. ان انا واقفه مع صاحبه في الشباك، ان انا زهرانه عليه من غير النقاط. انت ابنك عندك ابن ولا لا؟ اسمه ايه؟ لا اسمه احمد. خلاص كملي. دي الرؤيه يا دكتور. لا هي الرؤيه دي ابنك هو الصاحب اللي هو زوجك في المنام، عشان كده انا حتى يعني ابنك، لان انا واضح لي كده ان هو ابنك، طالما ان من اسم محمد مصطفى محمود كل الاسامي دي كلها بتندرج في الرؤيه على اسم واحد، ممكن يظهر لو ده محمد ابنك احمد يبقى هو، فهماني؟ حتى لو كان اسم محمود صاحبه برضه هيبقى ابنك. فانت انكشفتي قدامه طبعا ما فيش حاجه خالص خالص، انا مش شايفه خالص ان في حاجه تربطك انت هو، لانكم وقفتوا في الشباك. الشباك يا جماعه من الرموز اللي بتدل على انتقال حال الرأي من حال لحال مختلف تماما. طبعا زوجك متضايق جدا جدا ومش مبسوط للانفصال، فهي كانت موضحه برضو ان انت هتطلعي انت وابنك يعني، والموضوع فعلا بس انا شايفاها انها كانت انفراجه ليك انت، والله اعلى واعلم. طب يا دكتور في رؤى ثانيه معلش. اتفضلي. طب بسرعه يا هاله بس عشان التليفونات. ماشي. حلمت ان انا ان هو كان عندنا برضو قبل الانفصال الراجي، وان في ناس جايين لنا وما يعرفوش ان هو معانا، يعني موجود معانا، يعرفوا ان احنا انفصلنا. ده في الرؤى. فوالدتي، يعني والدتي متوفيه رحمه الله عليها، فوالدتي لقيتها هو قال مش عارفه القميص او التيشيرت بتاعه ولابس فانيله حمالات، ووالدتي واخده القميص بتاعه واخده البطانيه من عندنا وطالعه من باب الشقه. والدتي انا متوفيه. وانا طالعه من السلم من تحت لقيتها، قلت لها هاتي يا ماما، خدت منها البطانيه والهدوم ودخلتهم بالشقه تاني. دخلتيهم تاني في الشقه؟ مشيت على كده، هو كان ماشي وراها بس هي طلعت من باب الشقه هو ما طلعش. ايوه. جدتك ايه بقى؟ والدتك. وبعدين؟ متوفيه هي. ايوه انت خدتي كده البطاطين كده ولا البطانيه ودخلتي؟ خدت البطانيه منها وخدت القميص بتاعه ودخلتهم الشقه تاني. وبعد كده صحيتي ولا كنتي فين؟ لا بعد كده خلاص صحيت. بصي يا هلا، هو كده واضح كده ان في رجوع تاني، في حوار تاني هيتفتح. بصي رجوع في وقت مفقود منه الامل. ايوه في رجوع يا هلا، ان شاء الله يا رب يكون رجوع عظيم المره دي ويكون كويس والاحوال تتصلح. ايه ده التالت ايه؟ التالت طلاق. لا انا شايفه ان انا بقول لك، انا لسه بقول لك ايه، رجوع مفقود الامل. يعني ماشي. رجوع مفقود الامل يعني رجوع صعب جدا تفقدين فيه الامل، يعني انا ما اعرفش ان طلقه ثالثه بس واضحه لي جدا الرؤيه كده، بس في رجوع يهلا. والله اعلى واعلم. طب ماشي دكتورة، معلش في رؤية بس بنتي شافتها كده مش كبيرة. اتفضلي. بصي يا حضرتك، هي شافت إن هو بيرن عليا كتير في التليفون وأنا ما رديتش عليه. تمام. بصينا لقينا أخوه جاي لنا، دخل بيقول إن هو مات، أخذ إبرة غلط ومات. تمام. ورن عليا كتير علشان يقول لي سامحيني، أنا ما رديتش. وان هو وصى عليا ان الشقه اللي انا فيها ان هي تفضل بتاعتي. ووالدته عماله تعيط وتقول هاتولي مرات الغالي اشوفها. عليا. طيب انت تعرفي عنه ان هو مسافر ولا حاجه؟ لا هو مش مسافر. ما فيش اي حاجه من دي خالص ما تعرفيهاش عنه؟ لا. طيب بصي، هو واضح لي كده ان في في حاجه كده هتحصل ما بينه هو واهله، وهيبعد عنهم فتره طويله. والشقه بتاعتك هو طبعا ما فيش وفاه لا قدر الله في المنام خالص، بالعكس في استفاده هتعود عليه، بس هيبعد عن الاقربون له كلهم. والشقه طالما انها كمان اتذكرت بتاعتك، انا شايفه اكيد 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 في رجوع، اكيد مؤكد، والله اعلى واعلم. مدام مليكه، قبل دكتور ما اخد التليفون ده، سكوت النجوم حضرتك ممكن تفسريها ايه؟ والله يا دينا، النجوم يعني اوقات بتتأول بحاجه كويسه بفرحه، لكن لما تقع كده في اماكن مجهوله ومثلا في رموز كده بتبقى مش طيبه، وقعت في بحر بقى ان محدش يقدر يطولها، لو وقعت قدامك لا ده في خبر سر هيهل عليك. طب لو في البيت يا دكتور؟ بيبقى اوقات ذريه، اوقات فرحه كبيره، اوقات عريس مقبل. طيب. اوقات رزق. طب هقولها بقى بالعكس، لو النجوم ظهرت وكانت موجوده في المنام بس مطفيه مش مضيئه، حضرتك كده بتفسري ايه؟ دي بتكون فيها بعض من زوال النعمه شويه. للاسف ممكن لو واحده مثلا او شخص مقبل على حاجه الموضوع هيتعطل، يعني هيقف لفتره،
لفتره بس بيرجع تاني، يعني ممكن يعدي عليها عام ولا حاجه ويرجع تاني. طيب قبل التليفون ده السؤال ده بس، انقسام القمر نصين حضرتك ممكن تفسري ايه؟ انقسام القمر ليه تاويلات كتيره قوي قوي يا دينا. اوقات بتكون حاجه داخله في سياسه الدوله، اوقات بتكون حاجه بتخص الراي نفسه ان هو بيكون له زوج مثلا ليه زوجتين، اوقات بتكون ذريه متتاليه، اوقات بيكون اخبار هتهل على الراي بس على مرحلتين، فليها تأويلات حلوه. يعني هو ليه تأويلات جميله جدا طالما ان هم ظاهرين قدامه. المهم ان النص ده ما يختفيش عن النص ده، لكن لو في نص اختفى لا ما بيبقاش حلو. طيب معايا رشا. رشا الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا رشا. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره مليكه؟ الله يسلم عمرك يا رشا، بحبك في الله والله. احبك الله الذي احببتني فيه، ربنا يرضيك يا رب يا حبيبتي. الله يخليكي، بشكرك على الرؤيه اللي انت فسرتها لي امبارح. لا ما شاء الله امبارح، لا ده انا كده الله اكبر. امبارح امبارح فين؟ اخويا اللي هو مسجون وكده بندور عليه بقالنا 4 شهور. امبارح فين؟ امبارح على النت على الصفحه بتاعتي. على صفحتي. هو انت اسمك رشا؟ شكرا يا دكتوره ان انت اهتميتي، متشكره ليكي قوي. المهم ان انت تطمنينا، هحكي لكم الرؤيه دي. انت مش اسمك رشا على النت صح؟ على الفيس. انا اسمي منى شريف. انا صح منى، انا فاكره اسمي منى. طيب في اخبار ولا ايه؟ طمنينا. لسه والله النهارده رايحين ندور تاني في الاسم وكده، وهبشر حضرتك. يا ريت ان شاء الله رب العالمين، ربنا يرضيكوا يا رب يا رشا، وباذن الله باذن الله تقول لنا على الاخبار كويسه ان شاء الله. واهتموا كويس لانه هو انا شايفه ان اشكر حضرتك جامد، لان بجد اهتميتي ما كنتش متخيله. ليه بس؟ والله انا موجوده يا جماعه، بس ضغط ما شاء الله. والله يا ضغط. طيب ضغط الرسائل بس بتبقى كتير. طب لو ليكي رؤيه عشان بس التليفون. ضغط الرسائل بتبقى كتير. معلش حاضر. بقول لحضرتك انا خليت السفاره في رمضان، كان في مشاكل بيني وبين جوزي، وحلمت ان انا راكبه معاه عربيه صغيره قوي، هي عنده العربيه دي بالفعل، فهو نزلني منها وانا كنت حامل منه في العيل الخامس. ايه العيل الكام؟ الثاني. انا عندي 4 عيال وانا كنت حامل في عيل خامس تاني وانا قاعده جنبه في العربيه. بس انت مش حامل صح؟ لا انا مش حامل، بس انا كنت في الحلم حامل، وهو عمال ينزلني ويقول لي انا انزلي انا مش بحبك، انا كده كده هطلقك، وانا مستني انا بحبها. تمام. وفعلا انا نزلت من العربيه لقيته مستني واحده هو فعلا بيحبها في الحقيقه، كانت واقفه فوق الكوبري ناكشه شعرها وشافي دمامي. كانت استني يا رشا، ناكشه شعرها وايه؟ الميكروفون رشا. ايوه يا دكتور. كانت ناكشه شعرها وايه؟ وشافي دمامي واقفه فوق الكوبري وشها فيه بالعربيه. وشها مصافي فيه حبوب ودمامل. طيب كملي. وهي حواليها 3 مذيعين ماسكين ميكروفون، وهي نازله لجوزي تركب جنبه. وماسكه جوزك؟ نازله لجوزي وهو فاتح العربيه ومستنيها بعد ما نزلني، وانا واقفه بعيد لعلانه وعماله ابص عليهم. حبيبتي لقيت عربيه نقل كبيره جدا، نص نقل كبيره قوي قوي، واحد فتح لي وكان لابس جلابيه وقال لي اركب، وانا فعلا ركبت، بس كنت زعلانه قوي وعماله ابص عليه من بعيد واقول معقول يسيبني عشان دي؟ طب ليه دي حتى مش حلوه. بس في الحقيقه فعلا هو ليه علاقه بالبني ادم جوز، يعني ذلك الحلم بيقول انا بحب ايمان، انزل انا بحب ايمان. طيب البيبي كنت لحد اخر المنام لسه حامل فيه ولا لما جيتي تركبي العربيه؟ ايه لا كنت حامل لغايه باب العربيه، وكانت بطني كبيره. بطنك كبيره؟ اصل العربيه النقل دي حلوه في المنام، ف وبطن الكبيره برضو كويسه جدا. البطن الكبيره في الحمل في المنام بتبقى كويسه قوي قوي للمهموم بالذات. فبصي اولا هو خلاص كده ولا ايه؟ طب في حاجه طب صوتك صغير، افتكرتك صغنون عن كده. طيب حاجه تانية يا رشا تفصلي يا دكتور. حاجه تانية خلاص كده خلاص. طيب اتفضلي. موضوع المذيعات اللي جنب الشخصيه اللي هو كان واقف جنبها، البنت اللي هو واقف جنبها ده فراق فراق، واخبارها توصل لها هي. العربيه النقل زي ما قلت لك بتبقى جميله جدا جدا، بتبقى تجاره رابحه. طب هنا ما فيش تجاره، ديت اللي هي ان هي فعلا اما تدخل قصاد جوزها هتبقى فيها تجاره، قصاد الست دي تقريبا هتبقى فيها تجاره عشان تربح زوجها، فهي راحت تركبها. الحمل لما يكون كبير بيكون اقتراب زوال هم يا رشا، فما تسيبيش جوزك، اعتبريها مساومه، واوعي تسيبي جوزك، اوعي تسيبي جوزك، لانك انت اللي ربحانه قوي قوي بعد كده، وان شاء الله ربنا هيراضيكي باذن الله ويرجع الاستقرار ما بينكم. رمز كلمه الطلاق يا جماعه، لا هي قالت هنا طلاق، رمز كلمه طلاق في المنام للمتزوجه بتبقى مشكله كبيره جدا، وهتنزل على ما فيش، وفي نفس الوقت هيبقى في تقارب اكتر ما بينك انت والزوج عن اي وقت مضى، والله اعلى واعلم. ولو مش متزوجه يا دكتور؟ لو مش متزوجه بيبقى زواج.
فعلا؟ طيب معايا مجدي. مجدي الو. بتطلق فتره العزوبيه. الو مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا مجدي. لو سمحت اكلم الدكتوره. دكتور مليكه معاك. انا عندي حلم اني كنت واقف في طرقه كبيره فيها بقره لونها اسود. بقره سودا. البقره ديت في واحد لافف عليها قماش لونه اسود وبيعلمني ازاي افكها. حاطط عليها قماش اسود؟ بيلففها اسود. بيقول لي ان هي ديت بنحفظها من 5 لـ6 سنين. تمام. الشخص ده تعرفه؟ لا ما اعرفوش. تمام. وبعدين اتشال من عليها القماش. الحمد لله. تمام. تمام. وقعدت على الجنب واتنقل الحلم ان في ناس شايله بقر ابيض اسود. لسه هقول لك. طيب كمل. كمل يا مجدي. وبعدين ابيض اسود ونازله بيه من فوق كده زي شلال. حلو جدا. تمام. وانا قاعد بتفرج عليهم. تمام. وبعد كده هو رجعنا تاني للطرقه. والبقرة دي كانت قاعدة وقامت. هي ضخمة جدا. كويس. تمام. بس واقفة قدام مني وزي ايه بتتهيأ ليا. بس كده وخلص. طيب هسألك على 5 سنين وأقربهم السنة اللي احنا فيها، عاملين معاك ايه؟ كويسين بس مش قوي. هسألك برضو على رمز كده ويا رب يكون بعيد تماما. في حد عزيز عليك فقدته؟ لا. طب الحمد لله. الرؤية دي بقالها قد ايه؟ بقالها من شهر 5. تمام. قبل رمضان. طيب الشخص اللي كان في المنام اديني مواصفاته. زي لابس لبس ممكن زي بدوي كده. لبس بدوي؟ ممكن حاجة زي كده. ما تعرفش انت حد بالمواصفات دي؟ لا 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 لا. في هيئته كده؟ لا لا لا. طيب بصي بقى يا سيدي، اولا الرؤيه دي البقره بتأول دايما احنا لسنه، لما تكون متغطيه بالشكل ده وتقال فيه كمان 5 سنين فهي دي بتكون فيها عسر شويه. في خير حد عايز يمنعه عنك، خير حد عاوز يمنعه عنك. انا ما حبيتش في رمز كده برضو سيء، انا مش عايزه افسره اللي سالتك فيه في حد كذا، فربنا ما يؤمر باي حاجه وحشه لانها كانت متغطيه بقماشه سودا. طيب القماشه السودا دي ما اتشالت كنت متوقعه ان بعد كده الرموز هتبقى احسن من كده، اللي هو البقر الابيض في اسود. دي ايام وليالي مقبله عليك هتلاقي فيها خير عظيم جدا 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 فوق ما تتخيل، لان كمان في شلال. فانا شايفه ده خير عظيم قوي قوي ليك باذن الله. البقره قامت، فخد بالك بقى من هنا، من بعد ضرر هيجي لك انفراجه كبيره لانها كمان جايه ضخمه. سيبك بقى من لونها، لكن هو لونها الاولاني الاسود مع القماشه السوداء ده كان خير ممنوع عنك، وكان اضرار ممكن لا قدر الله تقع فيها بطريقه، يعني مش هقولك انت ليك يد فيها خالص، هي كانت بتيجي كده بطريقه كده انت نفسك بقيت تستعجب منها، والله اعلى واعلم. فانا شايفه ان في انفراجات مقبله عليك بعد اتمام السنه اللي احنا فيها دي، وهتلاقي في خير بيعم عليك فعلا، وهتلاقي نفسك بقيت من المحظوظين جدا بامر الله تعالى يا استاذ مجدي، والله اعلى واعلم. شكرا يا استاذ مجدي. معايا فاطمه. فاطمه الو. فاطمة. طيب اخد امة الله. الو. الو. اخد محمد. ايوه استاذ محمد اتفضل، انت معانا على الهوا. ازي حضرتك؟ الحمد لله اتفضل. طيب دلوقتي انا كان عندي حلمين. اقول الاول وبعد كده الثاني. خير ان شاء الله. اتفضل. دلوقتي انا كنت مرتبط بواحدة وبعدين حصل كده مشكلة ان احنا ما يعني في حتة انفصال في النص كده اللي هو تليفونات لا والكلام ده كله لا. تمام. وبعدين راحت هي قلت لها قبل ما ننفصل قلت لها كلمي مامتك وخلاص، وانا اتفقت مع والدي ان احنا هنروح نخطبها خلاص. تمام. وبعدين بقى حصل الحتة اللي في النص دي سقطت مني، لا انا رحت ولا هي جابت لي كده تاني. وبعدين بعد كده راحت بعد كده جالي في المنام بقى ان انا طالع بره قدام البيت لقيتها موجوده قدام البيت بس على الجنب الثاني، ولقيتها واقفه هي ومامتها
وبعدين دخلت اتكلمت على مامتها قالت لي ازيك عامل ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبعد كده راحت قالت لي مش هنخلص موضوعكم. وبعد كده قالت لي اتسلم عليها. رجعت ورا لقيتها واقفه اتكلمت عليها اللي هي البنت بقى. وبعد كده قمت على صلاه الفجر بالظبط اذان الفجر كان بيأذن. تمام ده اول حلم. طيب انت قمت وانت ايدك في ايديها بتسلم عليها؟ نعم قمت وانت بتسلم عليها بالايد يعني وقمت على طول وانت ايدك في ايديها ولا لا؟ لا لا بقى انا كنت سلمت عليها وواقف ووصلها وهي بتضحك وبص في الارض وبعد كده انا قمت. طب قول لي المنام اللي بعده. المنام اللي بعده بقى كنت بحلمه زمان شويه ان انا واقف في بيت خشب كله خشب في خشب. تمام وببص فوق كده في سلم خشب وكل حاجه بس البيت تحس ان هو كله خشب وسمع صوت تزييق كده. صوت ايه؟ وانا يعني الخشب ده بيزيق كده شويه. صوت الخشب بيطلع صوت كده. وبعدين بندع على حد بس مش عارف هو مين. بس فكنت دايما بحلم الحلم ده كتير قوي زمان. تمام بص يا استاذ محمد احنا دايما بنقول الخشب باشخاص منافقه، اما كمان تسمع التزييقه دي يبقى انت هتكتشف الاشخاص اللي قدامك اللي حواليك، انت ما شاء الله حواليك كتير جدا جدا بالشكل ده. فانت تاخد بالك من الاشخاص اللي حواليك وما تامنش لاي حد، بس انت هتعرف حاجات كتيره جدا جدا وهتكتشف ناس بالشكل ده. المنام الاولاني ده من عقل باطن. ده من عقل باطن. انا كنت بدور لك على رمز فيه كويس. لا ده من عقل باطن. حتى انت بتقول انت صحيت على الفجر او اقتراب من الفجر. مش ضروري تكون كل المنامات رؤى، فكتير جدا ممكن نصحى واذان الفجر ويكون منام من عقل باطن، حاجه انا حباها فهشوفها في منام. هو يا دكتور ممكن حد يتخيل حلم كامل ويكون من عقل الباطن؟ مش ممكن مثلا يكون حلم برضه يعني العقل الباطن يا دينا بيجيب لنا حاجات من سنين. يعني انا كنت لسه واحده بتكلمني جابت حاجات من اعوام مضت، هي معديه الخمسين وعرف يعني وتذكرت شاب كان معاها في مرحله اعدادي لانها فقدت الراحه مع الزوج، فبتشوف حد مع ان ملوش علاقه بيها خالص. العقل الباطن ليه تاثير علينا قوي جدا 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 بطريقه لا اراديه. يعني يا دكتور حضرتك بترجعي هنا للتفسير على اساس ان ما يكونش ليه علاقه خالص بالواقع، ده اللي بيكون ليه تاثير قوي في التفسير؟ في العقل الباطن بيكون ليه علاقه بالواقع، لانه هو هنا سرد موضوع ان هما الاثنين لحد دلوقتي ما فيش اي ارتباط والدنيا وقفت ومش ظبطت. هو راح لقى مامتها وسلم عليها وابتسمت وبصت في الارض، فانت عارفه لو كان قام السلام ايد في الايد الاثنين مع بعض ده كان خلاص ارتباط، لكن كده هو لسه الموضوع بيتمناه وما فيش ومتمني اشاره منهم. فده عقل باطن. طيب مش تلعب بالشيطان من الشيطان يا جماعه، علشان تلعب من الشيطان ده وقت الفجر لا طبعا خالص. طبعا معايا أميرة. أميرة ألو. ألو مساء الخير. أمير مساء النور، اتفضلي يا أميرة. ممكن أكلم الدكتورة بعد إذنك؟ دكتور مليكة معاكي. بقول لحضرتك يا دكتور أنا شفت رؤيتين ممكن أقولهم لحضرتك؟ خير إن شاء الله اتفضلي. خير بإذن الله. أنا شفت رؤية ليا أنا ساكنة في شقة دوبليكس، فلقيت نفسي نازلة على السلم والدور الأرضي كله ورق بيلمع. تمام. ورق بيلمع وفي ناس قاعدة في السفرة أنا معرفهمش. ناس كتير يا أميرة؟ لا مش كتير قوي. بس هو نفس المنام ده شفت أنا نازلة من عربية أنا معرفش دي عربية إيه اللي نازلة منها، لقيت قدامي كبدة كتير ولحمة كتير. بس اللحمة دي لونها فاتح قوي، ففي واحد قال لي هتاخدي منها قلت له لا مش هياخد، فرحت واخدة بلوستي أنا رحت لفاها ومديها لواحدة. أنا برضو معرفش الواحدة دي مين. انت متجوزه يا اميره؟ متجوزه. معاكي ولاد؟ معايا ثلاثه، معايا ولدين وبنت. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. استعيذي من الرؤى يا اميره. نعم؟ استعيذي من الرؤى. اتعالج ايه؟ استعيذي. استعيذ؟ يعني هي مش هتفسرها لك يا اميره. بصي يا اميره، المنام الاولاني الورق اللي انت شفتيه وكل حاجه دي مناسبه. طيب اما تلاقي اشخاص غريبه بالشكل اللي انت قلتيه ده انا ما حبيتهاش، فخلاص بتقولي الرؤيه الثانيه طبعا كمان جات رموزها اكدت اللي في الرؤيه الاولى، فعلشان كده انا بقول لك استعيذي. الكبده واللحمه انا مش عايزه افسر طبعا، مش معنى كده ان اللي يشوف الكبده واللحمه يبقى مش حلو، لكن ده انت اديتي لحد حاجه فاستعيذي منها افضل. طيب. اديتي بلوستك.
فبلاش يعني. طيب استعيذي من الرؤى يا أميرة، ربنا يكفيكي شر ما فيها يا رب. طب في رؤى تانية؟ اتفضلي اتفضلي. في رؤى بنت اختي شافت، بنت اختي شافت لبنت خالتها، شافت لها ان هي ان احنا رايحين كاتب كتاب واحده صاحبتها. فالمهم احنا رايحين كاتب كتاب لصاحبتها ان هي العروسه، ففجأة لقيت بنت اختي هي العروسه ولابسه فستان موف قصير. موف قصير. وبعد كده راحت قالها موف ولابسه اسود. تمام. طويل ولا قصير؟ الاسود. الاسود، اللون الاسود طويل ولا قصير الدكتور بتسالك؟ مش عارفه والله، مش عارفه الصراحه. هي انسه في سن ارتباط ولا ايه؟ انسه. طيب بصي يا ستي، هو هيجي لها واحد كده والله اعلى واعلم، الموضوع مش هيكمل، هو حد يعني هيئه حد كويس جدا وهتفرح بيه جدا، بس الموضوع للاسف مش هيكمل. لون الاسود للبنت معناه واحد يعني في مكانته كده في مركزه، حد كويس جدا والله اعلى واعلم. محدش يزعل مني يا جماعه ان انا بقول لكم استعيذوا من المنام وبرضاش افسره، بيبقى رموزه سيئه. لو في حاجه هقول لكم انذار فيها هقولها لكم، لكن لما الاقيها حاجه داخله فيها اعمار، حاجه داخله كده، فملهاش داعي خالص ان انا افسرها. انما لو في تحذيرات هحذر منها، لان في ناس كتير يقولوا لي لا فسري، ما ينفعش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن اخاك، فما ينفعش ان انا احزن حد على حاجه انا ممكن استعيذ منها، برضو زي ما رسولنا الكريم امرنا بده، ترفع البلاء اللي في الرؤيه بامر الله تعالى مع الصدقه ومع صلاه ركعتين، فدا رؤيه شر ما فيها والله اعلم. طيب معايا ايه. الو ايه اخد عزيزه. الو عزيزة، اخد احمد. الو احمد. طيب ارجع اسال سؤال من حلقتي دكتور مليكة، لو حد فينا شاف سما كده، طبعا دايما تقولي ان فتح السماوات بتبقى دعوات مقبوله وهتتحقق، بس لو جات لنا السما هنا فاضيه ما فيهاش اي حاجه، هتقولي لي لو كانت مضيئة ولو كانت مش مضيئة، تفسير هنا بيكون ايه؟ طبعا الواحد يشوف السماء فاضية كده لا فيها نجوم ولا شمس ولا قمر ولا اي حاجة، يقول يا خبر ايه ده مش حلو خالص. لكن لا، برضو نشوف حال الرأي شكلها ايه. معناها انك انت لو كنت حالتك فيها عسر، اعرف ان الدنيا هتصفلك تماما وان الحظ الطيب بدأ يفتح لك دراعاته. اما لو كان هو مفيش حاجه خالص ازياه، هو اللي غير مستحب السماء ما تكون ضلمه، او السماء يكون فيها نجوم مفاجاه تختفي، هي ديت الرموز اللي ممكن غير مستحبه. طيب لو قلت ان السماء بتتفتح بس ضلمه، بس السبع سماوات بتفتحوا بس مفيش نور، هنا برضو التفسير بيكون كويس ولا امنيه هتتحقق بعد سنين؟ فيها ممكن سبع سنين. ممكن تقول بسبع سنين كرب لا قدر الله، ومن بعدهم انفراجة عظيمة. طيب معايا أم سارة. أم سارة ألو. ألو، أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله. بصي حضرتك، أنا شفت رؤية زي ما أكون أنا قاعدة على ترابيزة، وماما وخالته ومرات أخويا، وخالتي دي اسمها هدى، فلقيتها قاعدة حاطة إيديها على خدها وبتبص لي أنا وماما ومرات أخويا، وانا كان معايا شنطه فيها عيش فينو، ولقيت مرات اخويا بتقول انا جعانه واديني من العيش اللي معاكي، طلعت واديت لها الرغيف من اللي معايا، وكانت خالته قاعده عماله تبص لنا احنا الثلاثه. بتبص لكم انت اديتي لاخوكي رغيف، لمرات اخوكي رغيف عيش؟ قالت لي انا جعانه اديني الرغيف من اللي معاكي. تمام. بس دي رؤية الاولى. ظروفها ايه زوجة اخوكي؟ متجوزه بقى لها قد ايه الاول؟ يعني بقى لهم 10 سنين. طيب وظروفهم ايه؟ في حاجه عندهم فيها مشاكل؟ في ايه؟ في عندهم حاجة متعثرة؟ لا لا لا، يعني ما شاء الله الحمد لله. ربنا يبارك يا رب. وانت اديتيها عيش من عندك؟ على فكرة هم اللي بيساعدوني. تمام، هم اللي بيساعدوكي. بصي يا ست، انت مين الأول اللي كانت بتبص عليكم؟ انت بتقولي في واحده كانت بتبص عليكوا وانت بتديها العيش، مين هي؟ لا، هي قبل ما تديها العيش، هي خالتي قبل ما تديها العيش قاعده حاطه ايديها على خدها وتبص عليا انا وماما، قاعده حاطه ايديها على خدها. هي بصي، هي علاقه حميمه ما بينك انت واللي اديتيها العيش.
في موقف ما انت هتقفي برضو معاها، مع ان يعني انت بتقولي ان هم اللي بيساعدوك، لا انا شايفه ان انت هتقفي معاها في حاجه معينه. انت كمان في حد يعني، مش هقولك خالتك، لا ممكن يكون حد من المقربين برضو منكم من الاقارب، ففعلا لما حد يحط ايده على خد على الخد كده بيبقى الانسان اللي الرائي هيعلى شأنه في حاجه معينه، وربنا هيكرمه في شيء معين، واللي حواليه هيبقى فيه غيره. طبعا انا بتبص لهم يعني كده. حاجه حلوه. طبعا. طبعا. طيب حاجه تاني؟ في رؤيه تانيه معلش. هو ابني عنده 10 سنين. ابني هو اللي شافها. شاف زي ما يكون هو واخواته، هو بيخاف في الطبيعه، فشاف اسد جوه قفص. اسد جوه قفص؟ اسد فوق في البيت، في البلكونه بتاعت البيت. فلقى اخواته جروا، بس هو ما خافش، لقى الاسد طلع وحضنه وباته، وبعد كده بيقول لي الاسد برضه جه حضني انا وباتني. انت زوجك فين يا ام ساره؟ اسمعي. لا في مشاكل ما بيننا، في انفصال ان شاء الله. في ايه؟ في انفصال ان شاء الله. ان شاء الله. في طلاق يعني. يا رب. يا رب كمان. ان شاء الله. ربنا يقدر لك الخير. اتفضلي. كان يا رب. يا رب. اتفضلي. بس كده دي رؤيه ثانيه. إيه طب علاقته ايه مع ابنك ده؟ الزوج. لا مش كويسه. هو ابنك ده انهي واحد فيهم؟ ترتيبه ايه؟ الكبير. الكبير. هو هيتقرب من ابنك ده في وقت معين. ولعلمك شوفي انت بتقولي ابنك ده العلاقه من بناتهم مش حلوه، بس في وقت معين الاب هيتقرب من ابنه ده، والولد ده هيبقى عطوف على والده فيما يعني فيما بعد. والله اعلم. طب واذا كان هو مش عطوف، هو انا بقول لك فيما بعد. انت الرؤيه شايفه عامله ازاي؟ مش دلوقتي يعني، قدام. فاهمه؟ ايوه. بصي هقول لك على حاجه، انت لسه قايله دلوقتي على رؤيه بتاعه العيش اللي فيها مرات اخوكي، مرات اخوها صح؟ طيب دي انت بتقولي ان هم اللي واقفين جنبك. بصي بقى الرؤيه جايه زي انت بتديها عيش، معنى كده ان في موقف ما انت هتبقي معاها فيه. طب وانت شايفه الواقع لا العكس، هم اللي واقفين جنبك. فالرؤى كتير بتجيلنا رؤى رموز انك انت تشوفيها فيما بعد بتتحقق، زي الرؤيه دي. طيب يا رب يقدر لك الخير. بس انت عايزه تقولي لها حاجه تاني؟ لا طيب مين معايا تاني؟ عبير. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا عبير، اتفضلي. لو سمحتي، انا حلمت امبارح انه انا في مكان بس انا مش عارفاه، هو مش بيتي. ما اعرفش، مكان واسع كده، وان في حيطه كبيره قوي مبنيه. بس في جزء من فوق الحيطه دي يعني السقف لسه ما اتبناش. فانا واقفه لوحدي عماله ابص اقول مين اللي بنى الحيطه دي. فببص كده ورجعت لقيت الحيطه كملت بنا لوحدها من غير ما اعرف مين. وبعدين لقيت واحد راجل انا برضو ما اعرفوش هو اللي بنى الحيطه دي. فبقول له هو انت اللي بنيتها؟ قال لي بس انا كلمتها كتير قوي ويعني كده مش يعني واقفه عليا بخساره. فبقول له طب خلاص انت ممكن تكسر الحته اللي مش عاجباك. قال لي لا الحيطه دي جامده قوي ومش ممكن تتكسر. فقال لي حتى وعمل بايده كده قال لي طب حتى شوفي بيخبط. قال لي دي حيطه جامده، والحيطه كبيره جدا وعريضه واتبنت كده لوحدها فجاه. ببص ورجعت لقيتها اتبنت لوحدها فجاه. بس تمام. بس حاجه تاني؟ لا لا. طيب المباني في المنام من الرؤى المستحبه جدا جدا جدا، وكمان هي جت اتبنت بطريقه صلبه، يعني محدش هيقدر يهزمك في اي حاجه. فدي معناها انك انت برضو في امر مفاجئ ليكي بامر الله تعالى، بانتقالك لمرحله كبيره جدا، وفي رخاء هيعم عليك ان شاء الله رب العالمين. في حد هيساعدك في حاجه معينه، والحد ده ممكن يحصل ما بينكم تاتش فيما بعد، بس خدي بالك افتكري الجميله اللي هو عملها لك. ف يعني الرمز هنا ظهر لي ان في حد هيقف جنبك في موقف ما، وبعد كده ممكن يحصل مشكله، والتنبيه ليكي انك انت تحفظي جمايل غيرك عليكي. والله اعلم. والله اعلم. طيب نسرين. نسرين الو. الو نسرين. طيب مين معايا تاني غني؟ اخد ايمان. ايمان الو. الو مساء الخير. مساء النور يا ايمان، اتفضلي. اكلم الدكتوره بعد اذنك. دكتور مليكه معاكي. زي حضرتك يا دكتور. اهلا يا ايمان، اهلا بيك. كنت بس شفت رؤية كده. انا شفت انا واقفه في مول وجوزي وانا نايمه على الارض. لقيت جوزي بيضربني ببوز جزمته. عمال بيضربني في ظهري ببوز جزمته. ولقيت الحيطان كلها حوالين المول، كان بيقع او بيولع انا مش متذكره بالظبط. لقيت الحيطان كلها حواليا نار.
وانا مش عارفه اخرج من المول. جه واحد شالنا من تحت رجل جوزي وقال لي قومي انزلي انزلي سلمه سلمه. والسلالم اللي انا نازله عليها دي برضه ولع نار. نزلتي كام سلمه يا عبير يا ايمان؟ سوري. نعم. نزلتي كام سلمه؟ مش عارفه والله، 8 7 9 في الحدود دي يعني. وانت متجوزه بقالك قد ايه؟ انا متجوزه 23 سنه. تمام، كملي بس. كملي يا ايمان. وبعدين ونزلت، هو نزلني ونزلني هو السلام دي سلمه سلمه ونزلني من النار دي. يعني هو خرجني من النار دي. الشخص مين اللي واحد مجهول؟ لا انا ما اعرفوش. تمام. لا واحد انا ما اعرفوش. طب انت في حاجه ما بينك انت وزوجك في الواقع؟ في ايه؟ في حاجه مشكله ما بينك انت والزوج فعلا؟ انا في مشاكل شويه كده. طب في حد بيوقع ما بينكم؟ في حد بيعامل فتنه ما بينكم كده؟ الله اعلم. الله اعلم، مش عارفه بصراحه. الله اعلم. ربنا يهديك الحال يا رب. في اي استفسار تاني يا ايمان؟ في رؤيه تانية ممكن احكيها لحضرتك؟ اتفضل. بس بسرعه ايمان عشان التليفون. ماشي ماشي. اتفضلي. انا شفت برضو رؤيه تانية. انا راكبه عربيه انا وهو وبنتي. وكنا طالعين كوبري عالي قوي. تمام. ونزلنا من الكوبري ده وقعنا بالعربيه، وقعنا زي في شبكه حواليها ضباط. يعني الناس زمنا كزونا لما اعترضوا الشبكه وقعنا بالعربيه عليهم. فنزلنا، مشيت انا وهو وبنتي وطلعنا من العربيه، فلقينا واحد بيبيع لبن. انا خدت منه 4 كيلو لبن. قال لي يا اميره انا شايلهم لك. تمام. اداني 4 اكياس لبن. تمام. وشويه لقيت نفسي انا وهو بنفرق زي اكياس لحمه كده على اخواته. سبحان الله. تمام. فقلت له ناقص 2 من اخواتك ما خدوش. بس تمام. الاثنين دول متوفيين. الاثنين دول ايه؟ متوفيين. تمام. طيب انت ولادك قد ايه؟ كام يعني؟ انا مع 3. 3؟ طيب. هتستحملي شويه يا ايمان معلش، هو انا شايفه ان في حد فعلا ما بناتكم يعني متسبب ليكوا في المشاكل دي. انا عارفه انك انت مأذيه جدا 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 ومتضرره جدا من المشاكل اللي بتحصل، لانك انضربتي في ظهرك من الشوز بتاعه وكده. فمعلش السلام انت نزلتيها دي بتأول بسنين، للاسف انت الكلام ده قديم معاكي، يعتبر قديم معاكي موضوع المشاكل والهموم اللي انت بتمري بيها. بس هتنتهي طالما خرجتي. اوقات نزول من على السلالم ما بيكونش مستحب، لكن هنا في الرؤيه بتاعتك مستحب تماما. فكمان انتوا طالعين على كوبري وقعتوا، دي بصي هتوصلوا مشكله مش سهله. بس سبحان الله طالما ظهر ضباط في المنام و4 كيلو لبن، فاتمام امر ما بينكم ان شاء الله رب العالمين راحه من بعد هم الضباط في المنام. بتقول بالسعاده، بتقول بانضباط الامور ما بيناتكم. الشبكه دي ان مفيش مفر ما بينك انت وهو، يعني حتى لو وصلتوا لمرحله لا قدر الله حد فكر في الانفصال مش هيحصل. اللحمه اللي بتوزع على الاخوات هو انت عارفه انتقال الهم اللي انتوا كنتوا فيه على اللي انتوا اديتوهم اللحوم دي، والله اعلم. طيب حاجه تاني؟ طبعا لازمك معلش انا ادفع. كنت عايزه يعني اخش على الصفحه بتاعت حضرتك، اخش عليها ازاي عشان انا بيبقى عندي كلام الكنترول هيقولوا لك. اوكي طب ماشي اوكي. طيب بعد اذنك لي المنام بعد، انا اسفه معلش. المنام اللي المدام كلمتك من شويه اللي هي شافت اللحمه والكبده وكده، يعني انا شفت حاجه زي كده برضو، هل دي بتبقى وحشه؟ بصي انا ساعتها حسب. انا قلت ايه، انا قلت كل واحد على حسب سياق الرؤيه بتاعته. هي بتاعتها كانت الرموز بتاعتها مرتبطه ببعضها، رموز مش تمام. كان في قبلها برضو منام ليها برضو مش حلو، فالرؤيه بتاعتها كانت مش كويسه. الكبده لا حلوه في المنام، لكن مع ترابط الرموز بتاعتها كانت سيئه. فعشان كده دايما اقول لكم يا جماعه ما حدش ياخد الرموز يطبقها على نفسه، علشان في سياق للرؤيه كامل. صح. ماشي. شكرا لك يا امان، ربنا يصلح حالك يا رب. نطلع فاصل يا دكتور ونرجع نكمل تليفوناتنا وموضوع حلقتنا. اعزائي المشاهدين فاصل، استنونا. مع دكتور مليك قبل التليفون هسال سؤال واحد.
دكتور مليك لما القمر يتحول بونبوني، ده تفسيره ايه؟ يتحول ايه؟ بونبوني، حاجه مسكره وناخدها ببقنا، لان ده اتسالنا عليه كتير قوي في صفحات. القمر يتحول لبونبوني، بصي اوقات بتكون كتيره جدا جدا ان ممكن يكون حد من المراهقين يحلم بحلم زي ده. طب انا حلمت ده على فكره انه فعلا خدته بونبوني اكلته. بصي يا دي هنخلينا الاول في المراهقين وبعد كده انت. فاي حد مراهقه بتحلم بالجزئيه دي طبعا ملناش دعوه بيكي، انت مش مراهقه طبعا يعني. اه طبعا. فدي بتكون ليها عقل باطن، زي مثلا الاطفال ممكن يحلموا ان هم بيمسكوا النجوم بايديهم. تمام، دي كلها بيبقى بسبب انبهارهم بالمكانه اللي فيها النجوم وان هي بتنور بالشكل ده. طيب اما تكون واحده ناضجه تاخد القمر وتشوف الجزء ده كده، فمعناها ان ربنا هينولها شخص بامر الله تعالى، فعلا هتتذوق حلاوه الدنيا معاه بامر الله تعالى. ربنا يرضيك انت وكل من كان. طيب لان الحلويات مش بفسر كده عشان دينا بس يا جماعه، لا بجد، لان الحلويات في الرؤيه بتكون من الرموز الطيبه للبنت جدا او للراجل، لاي حد من افضل الرموز. طيب. بالك بقى ما يكون قمر. شوفي بقى بلاقوا بونبوني ومسكر قوي كمان. بونبوني ومسكر. طيب الو، اخد ام محمود. ام محمود الو، ام محمود اخد ام ياسر. ام ياسر الو. أيوة. اتفضلي. أيوة. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام وبركاته. حضرتك انا شفت تعبان في قفايا. شفتي ايه؟ تعبان اسود في قفايا من ورا. تعبان اسود في ايه؟ في ظهري، قفايا من ورا. في ظهرك. تمام. وانا ماسكاها بايديا وحضنت على حديث متايب وفضلت بسرق 10 شهور. استني، مسكتيه في ايديكي وبعدين ايه؟ مسكته ماسكاه من على الهدوم. ماسكاه من على الهدوم. ماسكاه من على الهدوم، هو على ظهرها من ورا وماسكاه. ماسكاه من على الهدوم. اه اوكي، وبعدين؟ وعلى جسمي، على جسمي ده انا ماسكاه من على الهدوم. تمام. وايه؟ وحضنت واحد اسمه تايب وفضلت اصرخ عشان يحشهولي. تمام. وحشهولي فعلا، وبعد ما رماه على الارض وقف وجال في وش الناس. وايه؟ بعد ما قام كده في وش الناس. بان وفضلت اقول يا ناس موتوه موتوه لحد ما موتوه. تمام. ومات. اه مات. إيه طمنيني بقى، اولادك عاملين معاكي ايه؟ اه معايا 4 عيال، ولد وثلاث بنات. ربنا يبارك لك فيهم. عاملين معاكي ايه؟ كويسين؟ اه كويسين الحمد لله. طيب بصي بقى، سيد ده اللي حشهولي، سيد اللي حشهولي واحد اسمه سيد حشهولها. سيد، هو سيد. تمام. طيب كملي يا دكتور. طبعا لما يكون تعبان في الظهر بالشكل ده، هو شخص بس هو اسود. انا دايما بنقول الاسود بيكون من الشيطان او بيكون ضرر ملاحق في الرأي. هنا انا شايفة حسد شديد جدا جدا من حد مقرب منها، وهو شخص مش واحدة. حسد شديد جدا من واحد سيد حاشو وبعدين مات. فمعنى كده ان في ربنا هينصرك على عدو ليكي، ربنا هينصرك على عدو ليكي. ما تاخدهاش من منطلق سحر، ما تاخدهاش سحر، والله اعلى واعلم. لان الناس بقت كل ما تشوف تعبان خلاص بقى سحر. لا، وتحديدا الاسود انا كتير جدا بفسره في رؤى بيبقى سحر، لكن في رؤى ما بيدلش على سحر، بيدل على حسد. والحسد قلنا يا جماعه ايه؟ اصعب من السحر. فربنا يا رب يكفينا جميعا شر الحسد والسحر يا رب. طيب اخد امنه الله. امنه الله. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. اسمك جميل يا امنه الله. الله يخليكي. بصي لو سمحت، انا في حد شاف لي رؤيه، مش انا اللي شفتها. خير. ان انا سمعت الست دي سمعت ان انا ميته، وهي ما عرفت يعني صحابها وكده. ايه؟ جت تجري على لا لا سمعت ثواني امات الله ثواني. قولي من الاول كده عشان ما سمعناش. واحده ثانيه حلمت لي، مش انا اللي حلمت. حلمت لي ان انا متوفيه. وهي سمعت ان انا متوفيه فجت تشوفني. فقالوا لها، قالت لهم ماتت ازاي؟ قالوا لها في مية نار اتكبت على وشها. في مية نار. استني يا أمة الله بالله عليك، في مية نار اتكبت على وشك؟ قالت كده؟ أيوه. وهي بتقول في ناس قاعدة فرحانة من إخواتك وكده، وفي ناس لابسة أبيض فرحانة، وفي ناس لابسة أسود زعلانة. فدخلت عشان تشوفني، لقيتني محطوطة في الكفن، بس الكفن لافسني كله مش مبين. إيه اللي محطوط في الكفن أنتِ؟
انا ايوه انا ميت. انا شفتي في الكفن وبتقول الحمد لله ان انا لقيت الكفن ستر كلك مش مبين اي حاجه منك. فكلمتك رديت عليا وانت مش قادره تتكلم وتعبانه. بس بعد كده قلت برضه بعد كده ايه؟ فرحانه انك قالت ان يعني شيء خلاص يعني هي كلمتها وانا مش قادره وبعدين موت يعني ميت برضه. تمام. بس هي مبسوطه ان هي شايفه الكفن ستبني كلي. وبتقول طب ده كده الحمد لله ان هي يعني بالنسبه للدين تبقى كويسه. بس. هي صحتها عامله ايه؟ هي بنت لسه صغيره يعني سن حاجه 20 سنه. تعبانه شويه يعني تعب كده عادي الام عظم الام عظام. تمام. بصي يا امة الله المنام ما يخصكيش خالص. اوقات بنشوف رؤى لغيرنا ونكون ما نعرفهمش واوقات جيراننا وتنطبق الرؤيه عليهم. هنا انا الرؤيه وضحت لي ان اللي شافت الرؤيه دي تعبانه. تمام. انت قلتي في العظم عندها التعب اللي عندها ده حقيقي بس خليها تنتبه من الرؤيه دي كويس جدا جدا. بصوا يا جماعه عشان انتوا هتستغربوا وفي نفس الوقت ايه تفسير ميه النار اللي على وشي دي؟ مش ليكي مش ليكي المنام مش ليكي المنام مش ليكي خالص. ركزي معايا يا أمة الله. أنا دلوقتي سألتك سؤال هي عاملة إيه صحياً؟ قلتي لي إن هي تعبانة في العظام صح؟ نسبة روماتويد عندها نسبة روماتويد. أيوه برأيكوا صح تمام. أولاً هي هتروح على علاج أو ممكن تكون حصل فعلاً معاها علاج فعلاً هيصيبها بحرقان جامد جداً جداً في جسمها. المنام ما يخصكيش. لكن الكفن الكامل ده طبعا انا ما بحبش الكفن الكامل في المنام لكن هنا ذكرت الحمد لله. معنى الحمد لله ان هي من بعد عسر قوي في التعب ربنا يا رب ما يكتبه عليها ولا على اي حد ربنا هينجيها باعجوبه شويه. فخدي بالك ان المنام مش ليكي خالص خالص. وقد اصبت في السؤال بفضل الله ان انا سالتك ان هي تعبانه صحيا قلتي لي اه. كنت على فكره والله هدخل كمان اقول لك حاجه تخص المفاصل لانها كانت راقده او انت اللي راقده. فالمنام ما يخصكيش يا أمة الله. خليها هي بس دو مرضاكم بالصدقة خليها تخرج صدقة. ولو أنت قدرتي تصلي لها ركعتين لله دعوة لحبيبتك لأختك المسلمة ادعي لها ممكن برضو أن أنت كمان تخرجي لها صدقة باسمها من معاكي يا ريت يا أمة الله. ربنا يا رب يعافيكي ويعافيها يا رب والله أعلم. طيب مين معايا أم ندى. أم ندى ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. الله وبركاته. ازيك يا دكتوره امريكا؟ انا ام ندى اللي كلمتك الاسبوع اللي فات ثم قلت لك انا بصلي الفجر حاضر وقلت لي التزمي بالموضوع ده كل يوم. تمام ما شاء الله عليك. تمام. حلمت انا اصلا مستنيه فلوس تجيني يعني. ما ايه؟ قلت يا رب مستنيه فلوس هتجيني ان شاء الله. مستنيه فلوس ان شاء الله. اوكي. فقلت يا رب بشرني برؤيه اعرف فيها ان الحلم اللي هيتحقق. بأمر انا الحمد لله لما بقول يا رب بشرني بشرني الحمد لله على طول ان شاء الله. فنمت حلمت ايه ان انا داخله بيت فلقيت على يميني خروفين. تمام. وانا فطلع السلم طلعت بسرعه في البرق على ايدي ورجلي. مش طالعه على رجلي على ايدي ورجلي بسرعه جدا. حلو جدا. لحد ما طلعت فوق ففتحت شيش لقيت شتا ده شتا كتير جدا 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 غرقني شتا. ايه شتا شفا لقيت الدنيا بتشتي. انت بتقولي فتحت الكيس لقيتي فيه حاجه؟ لا شيش 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 كيس شيش شباك يعني شيش شيش شباك. ايوه فتحته بعدين لقيت الدنيا بتشتي. طب كملي. وبعدين الشتا غرقني كلي. تمام. غرقها اوكي. وبعدين الحمد لله قعدت اقول الحمد لله. تمام الحمد لله. فهو الحلم ده انا من كام سنه اصلا حلمت بعربيه نقل كبيره. اللي هي بتحمل العربيات عارفاها دي؟ طبعا احنا لسه مفسرين عربيه النقل قلنا كويسه جدا. حلمت بيها مليانه فضه على ما شاء الله. انت ده ناويه تخشي تجاره ولا ايه؟ تتجري في حاجه؟ لا انا مستنيه فلوس تجيني ان شاء الله. بس الحلم ده كان من سنين قبل ما اعرف اي حاجه. تمام. فانا فرفعت ايدي للسما قلت الحمد لله يا ربي كل دي ملايين على طالي انا لو قعدت العمر كله اصرف فيها مش هتصرف. ربنا يرضيك يا رب. من كام سنه. تمام. حلمت بقى اللي هي الحلم بقى اللي قلت رب بشرني ده حلمت كده من اسبوعين كده اللي فيه الشتا ده من اسبوعين. والعربيه النقل لا ده من تعتبر اربع سنين كده. اربع سنين. حلمت تاني نفس الحلم من حوالي سنه ان انا رافعه ايدي للسما بقول نفس الكلام يا رب الحمد لله كل دي ملايين على طوالي لو قعدت العمر. قولي لي يا منادى انت منتظره مال منين؟ نعم منتظره مال منين؟ انا منتظر مالي يجيلي زي ويبس كده بس كتيره يعني ان شاء الله. ايه
مستنيه الفلوس تجيلي كتير زي ورث كده ان شاء الله. ورث ورث ورث. اه طيب تمام ماشي يا ماما. انا قلت بقى يعني اسال حضرتك يعني البشره دي ايه؟ طبعا هي بشاره اولا، اما الانسان يطلع على اقدامه وعلى ايديه مش هنقول نتشبه بايه، بس هو طبعا قلت الحته دي بالذات تحديدا ان شاء الله رب العالمين تبقى بتدل على سعي وانجاز امري بامر الله تعالى تمنيتيه وفعلا تحقيق امنيه زي ما انت دعيتي. الخرفان اللي في المنام اللي انت شفتيها دي برضو طبعا يعني جايه من الرؤى المستحبه جدا لما حد يشوف خروف في المنام او الاغنام لانها جايه من الغنيمه، والله اعلى واعلم. العربية النقل لسه كنت بتكلم مع دينا بقول دي بتكون تجارة رابحة، فهنا انت شفتيها مليانة فضة ومن سنين لعلها تكون خلاص هتتحقق في التوقيت اللي احنا فيه بأمر الله تعالى، وربنا هيرضيك ان شاء الله وفعلا ربنا هيعطيكي من فضله. اكثري من الدعوات واستمر على اللي انت فيه، ولما ربنا يديكي ما تنسيش تضحي لان في خروفين كمان ظهروا في الرؤية. ربنا يعطيكي من فضله يا رب والله اعلم. معايا عزة. عزة الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا عزه. ازيك يا استاذه دينا؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي. ازيك يا دكتوره مليكه؟ الله يسلم عمرك يا رب. لو الله يخليك، لو سمحت والله بنتي متقدم لها عريس بس قبل ما يجي لنا وكده فلسه ما ادناش راينا يعني. تمام. حلمت بنتي بتصلي الفجر على طول كل يوم، فحلمت ان هي داخله هي وهو للشقه ولقت العفش كله قديم، فدخلت قالت له ايه ده العفش كله قديم، احنا جايبين حاجتنا كلها جديده، العفش والحمام مكسر وايه الحاجه دي، وزعلت وباباها جالها في الحلم، كل ده في الحلم قال له ده يا ابني الحاجه اللي انت جايبها القديمه دي احنا جايبين حاجتنا جديده. فهي حلمت وقامت متضايقه ومفزوعه على كده. قبل ما يتقدم لها العريس ده كانت حلمت قبليها، كانت هي بتصلي الفجر على طول قبليها بحوالي 10 ايام ان هي صلت الفجر، وطالعه الصلاه لقت باباها بيصلي الفجر، وبعدين لقت الاذان بيدق، قالت الله واحنا يعني صلوا الفجر قبل الاذان. الاذان ادى مرتين قبل الاذان ادى مرتين. ايوه اتفضلي. اه فبدا قال لها احنا صلينا الفجر، فطلعت لقت ايه فسمك اذان الفجر تاني. مع العلم ان باباها كان تعبان في الفتره دي. تمام. طيب حاجه تاني. طيب انتوا عرفتوا طبع الشخص اللي متقدم لها دايما ده معزه؟ او يعني هو ما سمعش، لا ما نعرفش حاجه، بس بعدين يعني بعد المقابله الاولانيه يعني حسيت شويه ان هو بخيل وابن امه يعني ما فيش شخصيه. بخيل؟ بس احنا لسه ما اداناش راينا. اه. لا هو بص زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده دقه قديمه قوي. يعني طباع راجعي قوي يعني، يعني فاهماني؟ فاللي هما الاثنين مش متوازنين مع بعض. فاهماني؟ بس. لا ده رمز العفش القديم يا دكتوره مليك. بالظبط بالظبط. والحمام المكسر. ما انا بقول لك الراحه مع بعض ما هماش هيبقوا، لا مفيش توافق، مفيش في الطباع. لو عايزه تستعيذ تستخير تاني خليها تستخير تاني. اما صلاه الفجر قبل اوانها في المنام. أيوة قبل اوانها. اولا الصلاه احنا ما نصليهاش في الواقع قبل الاوان بتاعها الا ما نكون على سفر، فهنا اتصلت قبل اوانها. انت بتقولي ان والدها كان تعبان، يبقى في حاجه هيحصل فيها انجاز ان شاء الله رب العالمين، وبرضه هيعود عليكم بالخير. الله يبارك لك. يعني طمنيني يا دكتوره مليك. ربنا يريح قلبك. بابا ولا حاجه؟ ايه؟ حاجه تخص بابا ولا حاجه؟ لا هي فيها بدايه خير ليها هي وهتيجي سريعا. ممكن ارتباط، ممكن يكون ارتباط. ممكن يكون ارتباط. حاجه تاني؟ شكرا حبيبتي، الف شكر حبيبتي. شكرا ليكي. معايا منى. منى الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا منى. لو سمحت يا دكتوره مليكه بس عندي كام حلم يا ريت حضرتك تسمعيني فيهم بعد اذنك. اتفضلي خير ان شاء الله. انا والدي متوفي، حلمت ان والدي جايب خمارين، خمار لامي وخمار ليا. الخمار اللي جايبه لامي ده اللي هو بيتلبس وبيبقى منفوش كده اللي هو القديم ده، والخمار اللي جايبه لي اللي هو اللبناني اللي بيتعمل بدبوس من الجنب كده. تمام. فالخمار ده هو لبسه لوالدتي وربط لها على قريتها، حضرتك عارفه اللي هم بتوع الفلسطينيين اللي بيربطوا لا اله الا الله الخضرة دي. تمام. هو ربط لها كده واحده على قريتها بس مش عارفه ايه اللي مكتوب عليها، هي خضرة برضه. تمام. خلاص فانا جيت البس الخمار بتاعي فلقيت بابايا قال لي اتضيري، فاتضيرت فراح عامل لي ديفرتين في شعري. عمل لك ايه؟ وراح جاي ديفرتين. عمل لها بنستين. بنستين في شعرك. بنستين صح؟ دي فرتين في شعري بفرتين. دي فرتين. ايوه. طب كملي وبعدين. في الاخر هو جايب ميه زمزم، الميه دي
يعني هو جايبها من السعوديه الشيخ الغريبي زي قاري عليها قران فجايبها فبيعمل لي على قرصي كده بيها فانا قرصي الوجع اللي منها ده ضاع انا فعلا بيجي لي صداع في الحقيقه حبيبتي بعد الشر عنك ماشي في الاخر لبست الخمار وبعدين بقول له طب انت جبت لي انا وماما طب فين بتاعه اخواتي فقال لي انا ما جا... لسه يعني وقتهم ما جاش قلت له طيب لو الميه دي فعلا بتشفي يعني انا عندي اختي اللي اكبر مني اعملها لها قال لي بس انا مش جايب غير ليك انت بس وبعدين انت وامك ادانا زي تذكرتين ورق ماشي قال لي دول انت هتروحي بيهم السعوديه فسرتي المنام كده يا منى ايوه طيب كملي يا منى فراح مكتوب في الورقه دي من القاهره الى السعوديه وباقي وباقي من وقت دقيقه ونص تمام عشان نروحه يعني فانا في الحلم ده بابايا قال لي ايه لما تروحي بقى هناك انت روحي للعريفي ده خليه هو يعني السعوديه هو اللي يقرا لك القران ويديكي ميه زمزم وكده ماشي ماشي تاني حلم انا عندي اختي الاكبر مني حلمت ان هي يا منى طب معلش خليكي معايا بس في الرؤيه دي الاول انت مش مرتبطه لا مش مرتبطه طيب انت محوشه مبلغ لا مش محوشه مفيش حاجه جايه لك في السكه كده او منتظراها حاجه ماديه او حاجه متعانه لك ممكن الله اعلم لا في حاجه متعانه يا منى ماما مش جنبك تساليها ماما في حاجه متعاملي انت في حاجه في فلوس جايه حاجه لا 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 طيب بس هي برضه بتقول الله اعلم اتفضل الله اعلم طيب ماشي بصي يا منى اولا موضوع الخمار اللي هو اتربط على جيبين ماما ده والمنام مفسر نفسه على فكره فانا خلاص انا ايقنت ان دي عمره الماما ليكي انت في مال جاي لك على مرحلتين اتنين ان شاء الله رب العالمين دي حاجه مؤكده جدا جدا في الرؤيه عندك كمان انك انت فعلا انت لو بتمري فعلا بتعب صحي انت محتاجه رقيه شرعيه وان شاء الله رب العالمين فيه فعلا والله اعلى واعلم انت وماما ليكم زياره طيبه جدا جدا للسعوديه وفي خبر حلو ليكي جدا جدا جاي لك بامر الله تعالى ووضعك انت يعني انت ممكن تكوني شايفه ان وضعك مش قوي لكن انت وضعك هيكون افضل من اخواتك والله اعلى واعلم دي بالنسبه للرؤيه دي والموضوع ممكن ما يزيدش عن سنه ونص وهتلاقي الامور الرؤيه دي بدات تتحقق معاكوا والله اعلى واعلم كملي يا منى الو منى طيب موضوع الفلوس والحاجات دي كلها كنت لسه برضو مبشره واحده ان هيجي لها ورث ما كانش عندها ورث خالص خالها قبل ما يتوفى لقيته كاتب لها حاجه بعد ما توفى يعني الرؤيه دي لسه متحققه ما فيش فاوقات بتيجي كده رموز في الرؤى سبحان الله هي نفسها كانت هتتجنن يعني ان كان ما فيش ورث هيجي لها منين فلقيت خالها كتب لها مع انه هو عنده اولاد فاوقات الرؤى بتبقى بشاره اكيد 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 من ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيرزقها لنا يا جماعه الحكمه فانت هنا انا شايفه ليكي حكمه عظيمه جدا انك انت زعلانه على حالك وده واضح لي قوي في الرؤيه وبامر الله البشاره ليكي انت وماما طيبه جدا والله اعلى واعلم. طيب معايا عزه الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي يا عزه. دكتوره مالي ازي حضرتك؟ الله يسلم عمرك يا رب. الو ايوه اتفضلي انت معانا على الهوا اتفضلي. ايوه حبيبه قلبي عشان وقت البرنامج هقول سريعا اتفضلي. من ثلاث اسابيع شفت ان انا بشرب كوبايه فيها اعشاب ومنار بنتي واقفه جنبي بتقول لي يا ماما دي قلت لها ده اعشاب يا حبيبتي ما تخافيش بس بعد ما شربتها تماما لقيت طالع منها خله دي اللي بنعمل فيها الشيش طاووق الخله دي فيها صرصار ميت فوجئت بعد ما شربت ان الخله دي طالعه فيها صرصار ميت. فالرؤيه دي قلقاني وانا حاليا تعبانه مش بقدر امشي على رجليا. الف سلام عليك. الله يسلمك يا حبيبتي. اولا شرب الاعشاب بتبقى راحه وشفاء، شرب الاعشاب راحه وشفاء، انت خدتي لك حزدايه خفيفه كده الخله والصرصار الواحد ده محدش يقوله بسحر هنا لانه واحد. فدي كانت ضرر بحسد كده بسيط وهينتهي حاجه ضعيفه كده معلش الف سلامه عليك حصني نفسك بس انت وتعالجي وان شاء الله خير. رؤية صغيره كمان من يومين نازله لقيت في ترابيزه اكل عليها اكل كتير وفي تعبان مخطط ابيض اسود
محطوط ويعطيني ظهره. انا قلت ده من الطبيخ اللي محطوط على الترابيزه. فجاه بصلي وكلمني، وانت حضرتك يا دكتوره مديكه فكرتهولي في قلب. طيب لا خساره، ارجعي تاني. طيب حاولي ترجعي لنا تاني. ارجعي لنا تاني يا يلا هاخد منى. منى اتفضلي. دكتوره مليكه لو سمحتي بس ما كملتش لحضرتك الاحلام. انا منى. طب كملي يا منى. يا منى انا حلمت اختي حلمت ان هي بتصطاد سمك من خشبه ومدلدل منها كده زي حبل طويل، وفي حواليها ناس بتصطاد بس هي الوحيده بس اللي بتصطاد، اللي حواليها دول ما بيطلعوش سمك. وكل لما بتروح مكان بتجيب سمك ياما لحد ما مالت كيسه سمرة كبيره. تمام ماشي. ده حلم. تاني حلم يا دكتوره مليكه، في حلم حلمته ان مامتي عند جيراننا اللي تحت وكانوا بيغبزوا. فوانا طالعه فناديت مامتي، فمامتي جابت من عندهم بلح احمر فاسمر منظره جميل. البلح ده في الحقيقه فعلا بحبه يعني. فلما طلعت اديتهولي في ايدي، فهي دخلت تتوضى فراحت واخده مني اثنين بتديهم لابن اختي. وفي الاخر احنا قعدنا على الطبليه بتاعتنا، الطبليه دي عليها معمول ايه لحمه وكبده وكلاوي والكلام ده كله بس بناكلها بعيش. ماشي. الحلم ده حلمته تاني بس اللي زاد عليه، الحلم ده حلمته بعدها بس اللي زاد عليه ان اخويا كان تحت في الشارع وقال لي حاجه زعلتني وطلعت اشتكيت لمامتي، فمامتي ضربتني انا واخويا بالاقلام على وشنا. تمام. تاني حلم يا دكتوره مليكه برضو حلمت ان في قهوه عندنا كانت عامله شادر وعاملين اكل وكده. الحلم ده حلمته اللي الشادر ده كان مربوط في المنشر الحديد بتاع الشباك بتاعنا. انا حلمت الحلم ده تاني ان هم عاملين شادر وعاملين اكل، فوانا واختي جايين من الشارع فبقول لها بصي انا الحلم ده حلمته قبل كده وقلت لماما، شفتي اتحقق ازاي؟ فهم عاملين صينيه العشاء دي عليها ملوخيه ولحمه وكده. فالمهم مامتي من الشباك اللي في الشقه من ورا، فبيقولوا لمامتي ايه احنا عازمينكم وكده، فمامتي زعلانه ان هم عاملين الشادر ومستأذنوش منها. فالمهم في ثلاث رجاله طلعوا لها من الشباك، قعدوا على ما اعرفش طلعوا ازاي بس هم دخلوا من الشباك قعدوا على الكرسيين بتاع الانتريه، والثالث قاعد جنبهم على السرير. المهم ايه اتكلموا، فالمهم في واحد فيهم قال لي كلمه زعلتني بس من ضمن الثلاث رجاله دول انا عارفه ان في واحد اسمه ابراهيم فيهم. في واحد قال لي كلمه زعلتني، فانا ازاي انت بتقول لي كده ومامتي قاعده؟ فانا اتعصبت عليه وزعقت له وقمت فتحت باب الشقه، فبقول لهم طب يلا اتفضلوا. فما رضوش يطلعوا من باب الشقه، نزلوا برده من الشباك اللي هم طلعوا منه. ماشي. وحلمت تاني ان احنا بنعزله، فانا داخله الشقه بتاعتنا فلقيت واحد جاي بيشد السجاده اللي في اوضه اخواتي، فبيشدها بطريقه غلط، بيشد السجاده دي بطريقه غلط، والسجاده دي لقيتها متقطعه كده من النص. فانا نزلت من البيت وانا نازله فلقيت اخويا. الحلم ده اخويا ومش اخويا في نفس الوقت، يعني هو مره ظهر اخويا ومره ظهر واحد ما اعرفوش. فمسك ايدي وعدينا زي طريق سريع، عداني طريق سريع. في الاخر ببص له فما لقيتهوش اخويا. فبسيب ايده وبزق ايده، فمهم يجي يمسك ايدي تاني فانا ازق ايده. فسبته وطلعت اجري، كل ما اجري اقع. المهم حصلني وراح قايم حصلني، المهم حط ايديه ورا ظهري وبقى ماسكني وبيجري بيا، هو ساندني. فانا وانا بجري في الحته دي انا هو ساندني من ظهري وانا حاضنه اخويا، فببص فلقيت اخويا. فاول ما اتفطنت في الحلم ان ده اخويا، فانا جيت دخلت وشي في صدره كده وقعدت اعيط، يعني ان هو ايه؟ ان هو سندني، ان هو سندني من كتر ما انا عماله بقع. قولي لي يا منى، انت في حد معين انت بتتمنيه ليكي؟ في حد معين بتمنى لي؟ انت مرتبطه عاطفيا قصدها تقول لك؟ لا لا مفيش حد معين؟ لا لا انا اتمنى اخد واحد زي اخويا ده الحقيقه يعني. ماشي؟ اخويا سندني. فبعدين اختي شافتنا فبتقول له انت هو انت اللي سندها؟ فقال لها اه. فقالت له طب سندتها ليه؟ فقال لها انا لقيتها بتقع فكان لازم ان انا اسندها يعني كده.
فلقيتها بتبص لي كده بتقول له، بيقول لها ليه هو انت ما كنتش شايفاها؟ قالت له لا انا كنت شايفاها بس ما رحتش اشدها. فدخلت رحت الشقه دي، الشقه اللي احنا المفروض نعزله فيها، فلقيت مامتي قاعده والشقه دي ما فيهاش فرش جديد خالص. فبقول لمامتي ازاي في واحد بيشد السجاده من هناك؟ فلقيتها بتقول لي احنا سيبنا الشقه دي بكل اللي فيها، بشرها بكل حاجه، حتى العفش اللي فيها مش عايزينه. تمام. طيب منى، طب يكفي كده علشان نلحق نفصل ليكي عشان وقت الحلقه، يعني ممكن تقولي الحلم ده بسرعه، تقولي الرموز بس اللي انت عايزه تفصليها. بصي، هو انا شايفه ان الرؤى بتاعتها دي بتدل على في حد هيجي، وعلى فكره حد معروف ليها مش حد بعيد. ممكن تكون هي كانت معجبه بتصرفات حد معين، ممكن يكون حد من اصحاب اخوها، في حد من المقربون، لان حد دخل من الشباك وبعدين هي حبت انها تخرجه، وبقت في المنام التاني انها في سجاده مقطوعه، حد عايز يشدها، واخوها زي ما هي ما بتقول كده انها عايزه حد بمواصفات اخوها. بصي يا منى، اللي هقدر انصحك بيه انك انت ما تتسرعيش حتى لو حد جالك بمواصفات اخوكي، لاني انا شايفه الرؤى بتدل على رموز، كام رمز كده مش تمام، ان لا قدر الله الوقوع واخوك بيسندك والحاجات دي كلها بتدل قدامه السجاده المقطوعه ان لا قدر الله ممكن يحصل لنا ارتباط في حياتنا، ارتباط كامل يعني زواج، وبعد منه لا قدر الله ممكن يحصل حاجه مش تمام، فراق. فعايزاكي بالله عليكي سيبك انك انت عايزه اخو زي اخويا، ربنا يحميه لك يا رب، هو هيبقى سندك في الدنيا، ده واضح جدا. سيبك من الجزئيه دي، استخيري ربنا في اي حد يجيلك، وسيبك من المواصفات اللي ممكن تاديكي لرمز سيء فيما بعد لا قدر الله، لان الاشخاص دخلوا في شادر واتربط في الشباك بتاعكم، فالرموز دي كلها انا مش حباها في المنام بتاعك. فانا عايزاكي ما تربطيش دماغك بحد مواصفات اخوكي، استخيري ربنا في اي حد يجيلك، وان شاء الله ربنا يكتب لك الخير ويبعد عنك شر الرؤى وما فيها، والله اعلم. والله اعلم. دكتور مليكة، وصلنا لنهايه حلقتنا. تمام. اقول لحضرتك نستنيك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله على خير. طيب اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، استنوني الاسبوع الجاي ان شاء الله، واتمنى لكم احلام سعيده.